مساء الخير زميلي بلال، مساء الخير لكل مشاهدي قناة النهار. إذا كما ذكرت متواجدون أمام مركز ثاني أين يجتاز المترشحون مادة اللغة الأمازيغية. المركز المتواجد غرب العاصمة بتحديد بلدية ستاولي متوسطة الإخوة بوسلم، رفقة مترشحة حرة لشهادة البكالوريا من شعبة علوم تجريبية. أكيد سنتعرف على تفاصيل اجتيازها لامتحان ولا دورة شهادة البكالوريا بصفة عامة، وخصوصا مادة الأمازيغية التي سينطلق بعد أقل من ساعة. مرحبا بك منيرة معنا. الزول في اللام. اسمي بودهان منيرات. تسلمت داوي تقغر بزعليان بزرعة تثليث نتمازيخ. إذا منيرة هي طالبة جامعية من مدرسة العليا للأساتذة تخصص لغة أمازيغية. منيرة لماذا اخترتي هذا التخصص؟ الإجابة حبذا لو تكون بالأمازيغي. اختارغ السلمذي مي حملغ تيزي قميلغ مشطوح حملغ السلمذ حملغ السلمذ إيوا سي بورسا اختارغت. ولماذا يعني ما الغرض من إعادتك البكالوريا مرة ثانية؟ نكعوض الباك بور بليزير، ماشي زعما ويتع جيفارا لأين اختارة مي عاود غث كانك بور بليزير با بور شونجي لا سبيسياليتي. تشوفي بلي الامازيغيه لغه كلغه عندها مستقبل في الجزائر؟ ثم زيغ تو ثلاث تيمات نيال تزايري تو اكن توالي غنكي الساعه غيما المقر ديك الجزائر لو كان ورد السياره يمال وتخدمنا لا وتخدمنا لا وتخدمنا لا كومين لونغ لي زيتابليسمون لا دايور دايرت لا ذك ثغيوانت نسطيف لك ثغيوانت نتيزي وزو ذي ذيك الجيل لا لي بريمير وكان زران ماشي توثليت وتخدمنا راه تسعدين ديال الباك. بالنسبه لماده اللغه الامازيغيه وما هو محتوى هذه الماده في الثانوي؟ توثليت نتمازيغ توثليت كنت توثلين كنت توثلين نيظن زعما توثليت فرنسي توثليت عربي ولا شام كاردي لانكارس نتاع تسعى لي كونجيغيزون تسعى لي تكست تسعى الكونتينيوم ام لي لونغ نيتنين. ما ندمتيش على اختيارك تخصص الامازيغيه في مدرسه عليا الاساتذه؟ لا وندم غارة بالعكس جو سوي فيات جو سوي فيير دو كيما دو جو سوي فيير دو شوازي سيت برونش باسكو فيها شغل قسيم المقار سورتو ديك تمرت الجزائر. واش تقولي ربما رسالتك للمترشحين اللي عندهم ربما تخوف من اللغه الامازيغيه؟ تفليت نتمازيغ تفليت سهل مره كسسوا من ناحيه ثغورينس نيغ ثغورينس نيغ ثيرينس. منيره للاشاره انت من ولايه سطيف؟ نعم من ولايه سطيف منطقه تيزي براهم بلديه تليفسن. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. معي مترشحه اخرى، مرحبا بك معنا. مرحبا الزول. هي حبذا لو تكون الاجابه باللغه الامازيغيه. طبعا. انت مترشحه حره تدرسي في الجامعه اي تخصص، ولماذا اخترتي اعاده البكالوريا كمترشحه حره؟ نعرفكم قبل بروحي، نكيني دا كاميليا العربي، غرق دي ليونس تمازيغس طالبه في مدرسه عليا الاساتذه لغه امازيغيه بوزريعه تمازيغس. علاش اخترتي تعاودي البكالوريا؟ كي كنيت لا في بغيت ما لا فيني بعض اختار و حمل غير التعليم بعض الحاجه العالية نسى التعليم الحاجه العالية بصح من جهه اخرى كنبغي غير التعليم اسما لي وانا وبليجي هذا يسم باللي هذه خدمه شي يبغى. جاهزه لاختبار التربيه الماده اللغه الامازيغيه في الفتره المسائيه؟ ايه بيان سور، يعني ما درجاتش مليح بس بالامازيغيه اللي اقليني معليش. اذا دقائق فقط ويدخل المترشحون في ماده اللغه الامازيغيه، قولي لنا كلمه اخيره بالامازيغيه تفضلي. افو دي غرزني ويخي دون في سعدان تمازيغس اي ميرسي. شكرا. إذا المركز الذي نحن متواجدون أمامه 10 مترشحين فقط عندهم موعد مع مادة اللغة الأمازيغية. المركز هو أيضا يضم المترشحون الأحرار. إذا هذه تفاصيل اجتياز مادة اللغة الأمازيغية. ينطلق الامتحان على الساعة 3 وينتهي على الساعة 5:30 مساء.
شكرا جزيلا لك. إذن متابعينا